لا تواجد بسوق أشدود. هنا تنتظرنا إستر، مغربية هجرت لإسرائيل في التسعينيات من القرن الماضي. أكل بسيدة صدر ربا. تودا ربا. كودم كل تجدي لي أوت مدبرت عربي. بيان شو. بيان شو. ما زلت تدر العربي. تنهدروا العربية وتنهدروا اللي بغيتي. كل شيء. والمروك ما عمرنا ما نشيلنا. كاينين بزاف ديال جيتي بيع الحم. جيتي بيع الحم كل شيء مغاربة. أنا خلقت هنا في إسرائيل. بالحافزين من 56. ووالدي ماما زات من أجدة وبويا تفيلت. معظم اليهود المغاربة استقر هنا في الستينيات، جاءوا من جميع مدن وقرى المغرب، هذا البلد الذي يتحدثون عنه بافتخار واعتزاز كبيرين. كان ولد البلاد، خلق وتربية في مراكش، وكبرت. الله ينصر سيدنا سيدنا محمد الخامس. امين. الله يرحم سيدنا محمد الخامس. والله ينصر سيدنا محمد الثالث، تقول توماس الثالث. امين. سيدنا محمد. الله يبارك عمر سيدي. ما كاينش بحال المغرب، ما كاينش بحال ولاد المغرب، العالم كله. الله يعمرها دار. الله يعمرها دار، والله ينصر سيدنا محمد السادس. إستر وبعد جولة في السوق توجهت لبيتها حيث ينتظرها زوجها وابنها. يلا الوالدة قالك هالكاس حلو. سمحي لي يا الوالدة سمحي لي. كل معالم المنزل مغربية محضة. صورة المغفور له الحسن الثاني التي رافقت العائلة أثناء رحلتها لا تزال حاضرة في هذا البيت. الغناء ديال المغرب. الشمعة ديال الحسن الثاني عمرها ما خطات. ديما مشعوله وديما هو في الوسط السماعه ديالو وديال السادات كلهم تنسالهم. بس الحسن الثاني توفى انا وك الله سهد عليا تنبكي وتنضب راسي مع الحيط. قطعت الحوايج ديالي ركبنا من السرجم تصبر اليهود خارجين بالغواط وشتيك الزر وشتيك اروح عا ناضت في حيله كاينه سيكيره تخلقنا. مايكل الابن الاكبر لاستير وحنانيا يعيش باشدود منذ 20 سنه لكنه لم ينسى الدار البيضاء مسقط راسه. ما عرفنا واش هذا مسلمي ولا هذا نصراني ولا هذا يهودي. حنايا كنا كنسموه مغاربه سي لو ماروكان وكنبلغ السلام كاع ولا دربنا ولا درب السلطان ولا الحي المحمدي حي الفرح ولا درب غلف. مغادرة المغرب لا تزال تشكل بالنسبة لهذه الأسرة كما هو الشأن بالنسبة لآلاف اليهود المغاربة جرحا عميقا. فالمغرب بقي حاضرا بقوة في ذاكرتهم وقلوبهم إلى الأبد. يا مراكش يا سيدي كلك يهدي في القبور يا البطل يا الحسن تاني في القبور يا البطل يا الحسن تاني في القبور يا البطل يا الحسن تاني.